الشرعية ضد الانقلابيين على جميع أراضي الوطن. الحزب حزمت أمورها. ولا حد الآن إحنا ولا غذاء ولا أكل ولا ماء ولا كهرباء داخل المساجد. لا يمكن أبداً أن يبقى الشعب اليمني مكفوف الأيدي ولن نحتمل فوق هذا أبداً. أطلب من الجهات المختصة سرعة إنقاذ هؤلاء البشر، سرعة إنقاذهم وهم في حالة خطر، بحاجة إلى رعاية صحية كاملة. نحن في حرب، نحن في حرب ظالمة. الله أكبر ولله الحمد.